مصنع اللي بيصنع الشبشب، شبشب اللي احنا بنلبسه واحنا نازلين نجيب الطلبات او واحنا رايحين نصلي، ده بقى المصنع اللي بيصنع الشبشب. هو عبارة عن كور صغيرة بتتجاب وتتحط في كوباية، بعدين بتخش بقى في التصنيع. الكوباية دي بقى بتتفضى على حاجة على مقاس الشبشب، بعدين بتقوم هي ضغطة كده يطلع لك الشبشب بقى في الاخر. بقى بعد كل الهوليلة دي الشبشب طلع مظبوط بالملي. فين الشبشب طلع عامل ازاي؟ اسود فصفر، حاجة مظبوطة، عامل شبه الناس الصفغة اللي مش بيعملوا لنا كومنتات ولا لايكات ولا فولوهات ولا اشتراكات. شايف الشبشب عامل ايه؟ هتعرف يا ابني تصطاد سمكية يا مبطرخة؟ سمكية ايه؟ حلة علي، حلة علي بيدك يا علي. ايه ده؟ ما طلعتش سمكية. ايه الحيرة دي؟ دي بخت الحبر في وشك، تحس كده قلم جاف طفحان. وعلى كده انت هتاخدها؟ يا عم احنا جايبينك عشان تصطاد لنا سمكية مبطرخة، مش عشان تصطاد لنا في قلم جاف. الواد الصغير اللي قدامكو ده كان صعبان عليا قوي، كان نفسه في سندوتش بيض، بس يا عيني امه ميته مفيش حد يعمله سندوتشات، قال ما يعتمد على نفسه ويعمل لنفسه سندوتش البيض. جاب العيش وسابه على النار مع بيضتين بقى وسابهم يتقلوا، وحط عليهم شويه البهارات مع الخس بتاعنا والخضار بتاعنا، جهز السندوتش بتاعه وظبطه، وبعدين بدأ ان هو ياكل فيه، وقعد ياكل في السندوتش وهو بيعيط، قعد يعيط وهو بياكل في سندوتش البيض. بعد لما اكل السندوتش فضل يكمل عياط بسبب امه الميتة. الواد اللي قدامكو ده راح للكوافيرة قال لها ان البت سابته عشان قرعة، فقلت له ولا تزعل نفسك انا مش هخليك قرعة بعد كده، فجابت كده بتاع مدورة عاملة شبه الحلة وحطتها في دماغه، بعدين اخدت مقاس قرعته ودخلت جوه بس في المخبأ السري 5 دقايق، طلعت له بشوية باروكات، طلعت له بباروكة اخدتها وحطيتها له في القرعة، القرعة اختفت خالص، عملت له بقى باروكة لونها اسود وباروكة لونها لبني. خلاص بقى بعد الباروكة ديت البت مش هتسيبه بعد كده، لانه خلاص ما عادش قرعة. البنت جابت اكتر من 2 مليون جنيه وراحت تشتري بيهم ايفونات، وقامت واخداهم وحطتهم جنبها في العربية، وفضلت ماشية في الشارع اي حد تشوفه تسأله انت متابعني ولا لا، فالراجل قال لها ان هو متابعها. عايز اقول لكم يا جماعة انه لمجرد بس انه متابعها كسب تليفون ايفون من اللي هو ابو 70,000 جنيه. واو، لو انت عندك فار في البيت وعايز تخلص منه يبقى لازم تجرب الاختراع ده. الفار اول لما بيخش جوه بيتقفل عليه وبيتضرب على دماغه وبيتضرب على احنا ما اتفقناش نضربه هنا، على دماغه بس وعلى ظهره مش على ايه. احنا اخرنا نصطاد الفار وناخده ونطلعه بره البيت، انما مش نعذبه لحد لما يموت. اختراع فاشل وملوش اي لازمه بصراحه. انت قاعد تطيم المانجا في الميه ليه؟ طب سيب لنا واحدة. طيب الترميت كله في المية كده من غير ما تدوقينا؟ طب هات لنا منجاها خضرة. طيب ايوة كده، اسمع الكلام، افتح لنا بقى ورينا من جوه عاملة ازاي، حرشة ولا يعني مرة؟ ايوة لا باين عليها اللبانة، ملبنة اول المنجاية دي. انت مش هتدوقينا بقى ولا ايه؟ لا تقعد تفرجينا كده، انا جعان وعايز اكل بيض. يا مسطة عليكي، انت وقعت البيضة. مش مشكلة خلاص، هاتي بيضة تانية. ايه ده؟ في بيت امك اللي انت بتعمليه ده؟
والله لو واخد واحدة في الدنيا وانا واكل منك، انا لو قدامي اموت واكل من ايدك اموت وانا جعان احسن ما اموت وانا مقروف. ايه القرف ده؟ احسن ايس كريم هتشوفه في حياتك هو المفروض ايس كريم، بس افتح كده شيل الغطا ده بقى عبارة عن ايس تلج. بس فين الايس كريم؟ الايس كريم فين؟ انت قاعد بتحط في تلج، قاعد بتحشي في تلج، ايس كريم تلج؟ انت كده مش بتاع ايس كريم، انت كده بتاع تلج. جايب لنا البسكوتة وحشها لنا تلج، انت بتشتغلنا. انت عملت حتة مقلب خطير في حبيبها، هو كان نايم في الأوضة التانية، جابت خشبة وعملت نفسها ميتة وقعدت تخبط، خبطت تاني. هو غيبوبة نايم في سبع نومة ده ولا ايه؟ خبطت جامد شوية. بقول لك ايه، افتح الباب، اعملي نفسك ميتة، اعملي نفسك ميتة. هنا بقى كانت الصدمة، انصدم يا عيني. وبسبب المقلب الخطير ده حبيبها قال لها انت طالق بالتلاتة، وقام راميها بره البيت خالص وقام داخل يكمل نوم. هو ايه اللي البنت قاعدة بتقطعه ده؟ اللي قدامكوا ده نوع من انواع الزيتون المنتشر حول العالم، وهو بيبقى موجود في البحر، بيبقى فيه منه كميات كتيرة جدا، تبقى عبارة عن حتة عمود كده خرزانة طويل، بعدين بيجيبوه من المية ويقعدوا يقطعوه زي ما انت شايف قدامك كده، بيقطعوه حتت صغيرة، بعدين بيتاخد ويتغسل ويبدأ يتعمل منه زيتون عشان يتباع في المحلات والمطاعم وسوبر الماركت. عبارة عن زيتون صغنن قد كده، يتحط بقى في السندوتشات والكريبات والبيتزات، بيبقى طعمه حلو جدا. مين فيكم جرب ياكل زيتون قبل كده؟ انت داخل فين يا عم انت؟ احنا عندنا فوبيا من الحاجات دي. تخيل كده ينزل تحت ما يلاقيش نهايه خالص ويتحشر، ولا يكون وزنك زايد حبتين فتيجي تخش جوه تتحشر. انت بتخاطر بحياتك، الواحد جاله ضيق تنفس وهو قاعد بيتفرج، انت عايز تموت نفسك علي؟ هتوصل ليه في الاخر؟ هتنزل تحت لفين؟ بس دي مش هتسلك مع كل واحد، لو واحد وزنه زيادة هيتحشر في النص وهيسلم على الشهداء. الولد هنا عمل مقلب في البنت اللي وراه وجاب الخلاط وجاب كاتشب وحطه على ايديه، فقام جاب الكاتشب وحطه على ايديه ولسه جاي يشغل الخلاط، قامت البنت شافت المنظر قام اغمى عليها طبت في الارض، ويا عيني طلبوا لها الاسعاف وفضلت تعبانه لمده اسبوع ما بتعملش اي حاجه. اه ابيض، البنت كانت ماشيه وفي راجل ماشي وراها وهي معاها شنطه غريبه، فكانت قلقانه لا يرجع يكون الراجل ده حرامي وجاي يسرقها. فاكتشفنا دلوقتي ان الشنطه اللي معاها دي فيها 2 مليون جنيه. عرفت ان اللي وراها ده حرامي وجاي يسرقها، عايز ياخد ال 2 مليون جنيه. بقول لك ايه، جيبي كده ازازه وافتحيها وكانك بتعملي انك بتعملي فاهمه، دي كده اهو شايفك بنت وقاعده بتعملي الحمد لله ربنا سترها، يلا روحي ال 2 مليون اللي رجعت اتسرقوا منك، نهارك اسود فوق دماغك. هو انت هتاكل كل المارشميلو ده لوحدك؟ انت جايب له حوض كبير وماليه كله مارشميلو؟ انت هتاكل كل الحوض ده لوحدك؟ ده انت حاطط اكتر من 200 علبة مارشميلو، هتاكلها كلها لوحدك ازاي؟ ابدا يا سيدي وريني هتاكله في قد ايه؟ كده عدى ساعتين، انت ما شبعتش؟ كده عدى 4 ساعات، كده عدى 6، ويعتبر يعني وصل للنص، انت ما زهقتش؟ كده عدى 8 ساعات، كده عدى 10، كده عدى 12، ويعتبر خلص الحوض بتاع المارشميلو. انا مش عارف انت بعد الفيديو هتروح فين، اكيد هتروح على الحمام. اصعب التحديات اللي انا شفتها في حياتي قدر ان هو يخلص المارشميلو كله اللي كان جوه الحوض، هو يعني يعتبر اكتر من 200 علبة مارشميلو.